أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نقطف زهرة قرآنية في كل حلقة نتناولها بسياقها القرآني. هذه الكلمات قد انتقيت بعناية لأنها قد تفهم بشكل خاطئ لدى الناس إن كانوا عواما أو خواصا. هذا الفهم الخاطئ أحبتي مرده إلى واحد من أمرين، إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا اليومي فيذهب السامع بوهمه وبفهمه الأول وبعقله إلى المعنى العامي المنتشر، ولكن المقصود يكون في الكلمة معنى فصيح آخر غير العامي. وربما يكون الفهم الخاطئ أن العقل عندما يسمع الكلمة هذه في سياقها يذهب إلى المعنى الأشهر لها، ويكون للكلمة معان عدة في المعاجم، فيكون المعنى المقصود من الكلمة ليس المعنى المفهوم المشتهر لدى السامع. فنحن لا نناقش هذه الكلمات جزافا واعتباطا، وإنما مردنا واعتمادنا في ذلك على أمور ثلاث. الأمر الأول السياق القرآني الذي يخدم المعنى. الأمر الثاني ما أجمعت عليه المعاجم العربية، ونقول ما أجمعت عليه المعاجم قديمها وحديثها. والأمر الثالث ما أجمعت عليه آراء المفسرين. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. من هذه الأزاهير وهذه الكلمات القرآنية التي سنتناولها في هذه الحلقة قوله تعالى في سورة البقرة عن بني إسرائيل: ويستحيون نساءكم. يستحيون نساءكم ليست من الحياء، وإنما يبكونهن أحياء، يبكونهن على قيد الحياة. طبعا نعود بداية إلى السياق القرآني. انظروا أحبتي ماذا يقول سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق العظيم. إخواني، طبعا السياق القرآني وما ورد لدى المفسرين أيضا أنه أحد الحكام رأى مناما أن شخصا سيقتل هؤلاء الحكام في مصر. طبعا هذا الشخص هو من بني إسرائيل، فصدر الأمر بأن يقتل جميع الذكور وتبقى النساء تستحيا، أي تبقى على قيد الحياء، تبقى للخدمة وفي أرذل الخدمات والأشغال الشاقة. فهذا السياق بداية. وطبعا آراء المفسرين لا تبتعد عن هذا السياق، وتقول إن معنى قوله تعالى ويستحيون نساءكم أي يتركونهن أحياء على قيد الحياة ولا يفعلون بهن كالصبيان وليس من الحياء. أما لو عدنا إلى المرد الثالث والركيزة الثالثة وهي المعاجم. طبعا في المعاجم في لسان العرب يقول استحيا من الحياء ومن الحياء. الفعل استحيا، أنا أقول استحييت من فلان من الحياء، واستحيا أيضا تركه حيا، فهي من الحياة ومن الحياء. ولكن يقول فمن الأول استحييت بياء واحدة استثقالا، وأصله استحييت. ومن ذلك قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وطبعا يناقشها باستفاضة وبإطالة أن بها لغات، قد تخفف الياء وقد لا تخفف الياء. أما الثانية وهي من الحياة، أما الثانية يستحيون نساءكم، فالمقصود بها يتركونهن على قيد الحياة وليس من الحياء، وليس فيها كما يقول صاحب اللسان وليس فيها إلا لغة واحدة فقط لا تخفف فيها الياء. طبعا لا تخفف فيها الياء للتفريق بينها وبين استحياء الأولى. فالسياق القرآني يثبت هذا المعنى، ما أجمع عليه المفسرون يثبت هذا المعنى،
وما تقوله المعاجم يثبت هذا المعنى، فلا يتوهم السامع للوهلة الأولى أنها من الحياء، وإنما هي من الحياة، أي يتركونهن على قيد الحياة. أحبتي، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وزهرة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية.